تفضل قلنا شو اسمك؟ أنا العميد المتقاعد عبد الكريم نبهان النبهان، عملك؟ سرحت في عام 2000، كنت رئيس المخابرات الجوية بحمص. ايه طيب، هلا المظاهرات اللي صارت بسوريا والقمع اللي عم يصير، برأيك ليش طلعت المظاهرات؟ وليش عم تنقمع؟ وشو أساليب القمع المتبعة؟ طلعت من البداية بدرعا نتيجة إنه قلعوا أظافر بعض الأطفال، وبعدين تصاعدت ويعني سلمية والدولة قاومت بالقوة. شو نوع القوة اللي استخدمتها؟ جاء بعثت الدبابات والبيرجمات والجيش. برأيك هذا شيء صح؟ لا غلط، هذا بيأدي ردة فعل وزاد عدد المتظاهرين وتطورت الأمور أكثر. بدي اياك توجه كلمة لبشار، نعم، شو بتنصحه؟ بنصحه إنه يعني يعني بتنصحه بالتنحي؟ بنصحه بالتنحي أو أو إعطاء حريته للعالم. يعني برأيك أنت ممكن بشار يقدر يعطي؟ هو ما عاد يقدر يعطي لأنه الأمور تفاقمت كثير والناس عم تطالب بحقوقها. والحل الوحيد برأيك؟ الحل الوحيد برأيي إنه يتعاون مع المجلس الوطني،